الرالي كان كتير كتير حلو، كتير انبسطنا. يعني كان الأول بوكل شوية صعبة لأنه كان فيه شوية تصحيط، وكمان يعني صلنا زمان عم نرجع نفوت بالجو بالسيزون كله. تاني بوكر كانت أحلى وتالت بوكر أحلى. وبالنسبة للكومبيتيسيون يعني كنا عارفين إنه روجيه رح يكون بغير مطرح. كان بيهمني أنا الشباب البقوي، كنت مرتاح بالمنافسة، في فرق كتير بيني وبينه، وحفظت على الترتيب تبعوله. بداية للسنة كتير منيحة، بدي اتشكر سبونسورز تبعولي يلي بعضهم داعميني، بسول وحنيني وميك وبروجيتي وموتيل وستريت لاين، وان شاء الله بالراليات الجاي بنكون احسن كمان ونقدر نعمل كتير منيح.